كابتن. عامل ايه يا كابتن؟ الحمد لله. ممكن اخرج دقيقه واحده؟ تروح فين يا كابتن؟ انا جاي من التمرين. بجد والله؟ جاي من التمرين؟ جاي من الجيم؟ ان شاء الله. بجد والله؟ ان شاء الله. وانا اسالك سؤال بقى، بما انك يعني بسم الله ما شاء الله عليك يعني لحيتك الجميله دي حبيبي، اختبروك في السؤال كده اختبار بسيط خالص. نشوف. انا معاك اهو. والله ما تخافش. مش خايف. اوعى تخاف. انا خايف ايه؟ لو خايف هنمسحوه. ما تخافش من ربنا. بجد والله؟ والله يعني انت جاي في اي حاجه؟ لا لا الحمد لله. على طول؟ الحمد لله. طيب يا عم يلا بينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. اسمك ايه بقى؟ انا اسمي محمد عادل الدمياطي. ده انت مالكش حل يا دمياطي. انا في العادي اصلا ما بقراش قرايه مياتي، بس مش عارف ايه اللي خلاني اكمل وراك قرايه مياتي. سبحان الله. انا بس مفيش قرار، بقرا بصوت الطبيعي. والله انا ممكن اسمعك حاجه بصوت الطبيعي. طب سمعنا حاجه بصوتك الطبيعي، ما تزعلش نفسك يا محمد. يلا بينا. طب بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي
وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم. خلاص يا شيخ محمد ممكن نكمل لك. خلاص يا شيخ محمد خد يا شيخ محمد ممكن نكمل صوت. خلاص يا شيخ محمد انت واخدها عافيه ولا ايه يا عم؟ يا عم خد المايك وروح يا عم. بص اللي انت عايزه. ايوه خد اللي انت عايزه بقى وحطه. طب انت رايح فين طيب؟ انت خلصت؟ طب اقف معايا يا عم انت لسه ابني وماشي يا عم. انت واخدها عضلات يعني؟ مسافر والله. انت واخدها عضلات؟ مسافرين والله. انت بيتك فين؟ لا انا بيتي قدام شويه. بجد؟ والله. طب ما احنا رايحين نتغدى معاك الاول يا باشا على دماغنا. بجد والله انت راجل محترم يا عم. حبيبي تسلم. ايه بقى؟ يعني إيه؟ انت كده صوتك ده ولا قلدت حد ولا لا إيه؟ والله ده صوت انا ما بحبش يعني مش ما بحبش يعني ما بفضلش المحاكاه يعني بحب الناس تسمع صوتي انا ممكن احاكي يعني طالما انا مؤمن ان انت طالما عندك الموهبه هتعرف تقدر تنمي ان شاء الله وربنا بيوفق وربنا بيعين. بس انا الحمد لله يعني من صغري ما بحبش يعني ما بفضلش المحاكاه بفضل ان انا اقرا بصوتي. ايوه انما يقع القران من القلب يعني صحيح. طب ممكن تقرا لنا بس ايتين كمان ايتين ايتين بالظبط ايتين بالظبط يعني تختم لنا بيهم بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ما شاء الله عليك يا شيخ محمد. حبيبي احنا تشرفنا بيك. انت بقى في كليه ايه ولا ايه؟ انا الحمد لله معايا معهد فني صحي قسم اشعه. ما شاء الله شغال دلوقتي يعني ان شاء الله امتياز في كفر الشيخ العام. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي هو ده الكلام الصح. حبيبي والله شيخ محمد تشرفنا بيك. تشرفنا بيك باذن الله تنزل على القناه بتاعتنا ان شاء الله. ده ليا الشرف حبيبي والله. ده احنا لنا الشرف. ربنا يبارك فيك. ما تخافش بقى احنا ايه يعني خدناك كده بس احنا مستعجلين شويه. لا حبيبي والله شرفت قبله تاني. نورت بيه ان شاء الله حبيبي. اتفضل معانا حبيبي.